ترتبط مصر وسلطنه عمان بعلاقات سياسيه قويه قائمه على التشاور والتنسيق المستمر بينهما في مختلف القضايا الثنائيه والاقليميه والدوليه وتتطور العلاقات بين القاهره ومسقط يوما بعد يوم وسط تنسيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الاقليميه المختلفه ذات الاهتمام المشترك وزيارات رفيعه المستوى علاقات وطيده لا تتاثر باي تحول سياسي اقليمي او دولي تلك هي العلاقات المصريه العمانيه والتي توصف بالنموذجيه منذ قرون ترتبط مصر وسلطنه عمان بعلاقات سياسيه قويه فهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائيه والاقليميه والدولية. القيادة العمانية دائماً ما تقدر على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوبها. كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدوليه علاقات وطيده تزداد يوما بعد يوم وسط تنسيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الاقليميه المختلفه ذات الاهتمام المشترك وزيارات رفيعه المستوى لوفود متبادله من القاهره وفي الرابع من فبراير من عام 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياره لعمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسؤولين في السلطنه زيارة تعد هي أول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة عقب توليه مهام منصبه حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومن أبرز المناورات العسكرية بين البلدين كان اختتام فعاليات التدريب المشترك طويق اثنين في التاسع عشر من يونيو عام 2021 والذي تم تنفيذه على مدار عده ايام بقاعده الامير سلطان الجويه بالسعوديه وفي السادس عشر من ابريل عام 2018 جاء انطلاق مناوره درع الخليج والتي اقيمت في السعوديه وتعد اضخم التدريبات العسكريه في المنطقه على الاطلاق حيث اشتركت فيها 25 دوله كان من بينها مصر وعمان. هذا وتستمد العلاقات المصريه العمانيه العسكريه قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وتشعبها على مختلف الاصعده اذ تقدم العلاقات بين مصر وسلطنه عمان دوما وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الاشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقه ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقه